السلام عليكم يا احلى متابعين، وحشتكم بزاف بزاف بزاف. اليوم حبيت نحكي لكم شويه على سبب غيابي الفتره الماضيه، واش عملت في هذه الفتره. انا في اول اشهر من هذا العام صرت حامل، والصراحه كنت متشوقه بزاف وفرحانه بزاف، حتى اني اشتريت بعض ملابس الرضع قبل ان اعرف جنس الجنين. وغيرها لكن للأسف بعد حوالي شهرين من الحمل تعرضت للإجهاض، وهذا الشيء خلاني نحزن بزاف 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 هذه الفترة. المهم في هذه الفترة كانوا عندي ضيوف، واليوم اللي كانوا مقررين يرحلوا فيه حدث لي الإجهاض، فاضطروا يقعدوا معايا، نصفهم اضطروا يقعدوا معايا لكي يعتنوا بي، إضافة إلى أني نسكن في ولاية بعيدة جدا عن أهلي وعن أهل زوجي، فما عنديش اللي يعتني بي وببنتي، خاصة أنه زوجي يعمل. بعدها أنا تعافيت والضيوف كانوا مقررين يرجعوا لبيتهم، وبما أنه نسكن بعيد فمن المحبذ السفر يكون بالطائرة. لكن فجأة صدر قرار وقف الرحلات الجوية داخل البلاد بسبب الحجر المنزلي لكورونا، مع أنه الرحلة كانت مقررة قبل تاريخ توقيف الرحلات إلى أن الرحلة توقفت. مع هذا رجعت حطيت الفيديوهات، لكن كنت نصور الفيديوهات وأنا نتحدث بصوت منخفض، كان صعيب عليا نزيد نرفع في الصوت بالمونتاج، وكنت أغلق الباب على نفسي في الغرفة لكي أكون مرتاحة في التصوير. لكن هذا الشيء يزعج الضيوف، حطوا نفسكم في بلاصة الضيوف، إذا كنتوا عند واحد وواحد يبقى يغلق عليكم في الباب وش تحسبوا، خاصة إذا كنتوا كبار ومتفهموش وش معنتها فيديوهات على يوتيوب وش معنتها التصوير وش معنتها هذه الأشياء. بعدها جاء رمضان وصار الأمر صعب جدا عليا، لأنه رمضان أصلا فيه أعمال كثيرة وشهر العبادات. إضافة إلى هذا ما حبيت نخلي ضيوفي يزعفوا عليا، فقررت أني نتوقف كليا عن تنزيل الفيديوهات، مع أني كنت مصورة مجموعة من الفيديوهات، كان بقالي نعملها مونتاج، وأحيانا مش غير مونتاج يعني تسجيل الصوت وهذه الأشياء. وهكذا بقيت على هذه الحالة أنتظر حتى أخذ زوجي عطلة وزرت أبوي. بعدها زرت بيت زوجي ورحنا مع بعض وزرنا بجاية، وهذه كانت أول مرة نزور فيها بجاية لمدة 3 ليالي. صبحت بدلت الجو، نشرب حليبي في غرضي، روحوا. هيا
وبعدها انتهت كل العطلة، عدت للبيت وقررت اني نرجع لكم بفيديوهاتي المعتادة. صدقوني كل هذه الفترة اللي انا بعيدة فيها عليكم وانا نفكر كيف ارجع لكم وما هي الفيديوهات اللي ربما انزلها لكم كي نرجع. ما غبتوش ولا دقيقة من بالي، نتمنى تسمحوا لي على غيابي وتعذروا ظروفي، ونشكر كل الاشخاص اللي سألوا عليا في هذه الفترة، ما كنتش متوقع يكونوا بزاف. شكرا لمتابعتكم ولحبكم، احبكم بزاف بزاف، وقلكم مع السلامة.